أيها الأحبة، لقد وصلنا إلى العهد أو العصر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله أو مخاطبا المسلمين إن ستتداعى عليكم الأمم، ستهجم عليكم، ستواجهكم كتداعي تداعي الأكلة إلى قصعتها. يعني كيف الناس لما يكونوا الجوعانين جالسين على المائدة كيف يقبلون على المائدة ليأخذ هذا لقمة وذاك لقمة حتى ينهوا. إن الأمم سوف تتداعى عليكم الأمم كتداعي الأكلة إلى قصعتها، وهذا ما نعيشه وعلينا أن نستعد لذلك. أيها الأحبة، إن الوحدة الإسلامية هي خيار الإسلام كله وخيار المسلمين كلهم. إن علينا أن لا نعطي أي اهتمام أو أي مبالاة لكل الذين يصنعون الفتنة، هؤلاء الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماء المسلمين، هؤلاء الذين يضللون المسلمين، هؤلاء الذين يعلمون المسلمين أن يلعن بعضهم بعضا وأن يلعن البعض مقدسات البعض لتثور الفتنة هنا وتثور الحرب هنا وتسفك الدماء هنا. أيها الأحبة، إن الكافرين في العالم والمستكبرين في العالم يعملون على أساس تمزيق الواقع الإسلامي ليستولوا على مقدرات المسلمين الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية. لذلك فلنكن صفا واحدا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. كونوا دعاة للوحدة الإسلامية وحاولوا أن تأخذوا بأسباب الحوار فيما اختلفتم فيه من أجل أن نكون قوة في العالم.